انت مش الانسان الفاشل، انت مش الانسان اللي ما عندوش طموح، انت مش الانسان اللي ما عندوش هدف، انت مش الانسان اللي مش عارف يحقق اهدافه او احلامه في الحياه، انت مش الانسان اللي كبرت وخلاص عدت الدنيا عليك وما تقدرش تحقق اللي انت عايزه، انت مش الانسان اللي ما تمتلكش الامكانيات وتمتلكش القدرات اللي توصلك لتحقيق احلامك وطموحاتك واهدافك، انت مش اقل من ناس تانية كتير حققت طموحاتها واهدافها واحلامها، انت مش الانسان والصورة اللي انت راسمها في ذهنك وراسمها في خيالك، انت انسان ناجح، انت انسان متميز، انت انسان عندك طموح، عندك هدف، عندك حلم، انت انسان تقدر تحقق احلامك وطموحاتك واهدافك وتقدر توصل للي انت عايزه، ولكن الموضوع كله ببساطة خالص ان انت تغير الصورة الذهنية اللي انت رسمها في خيالك عن نفسك، ان انا ما اقدرش، ان انا كبرت، ان انا ما اعرفش، ان انا امكانياتي، ان انا قدراتي، ان انا بيئة عملي، ان انا بيئة حياتي، ان انا تعليمي، ان انا ثقافتي. لا، غير الصورة الذهنية اللي انت رسمها في حياتك ومثبتها في ذهنك وفي خيالك، غيرها وخلي الصورة اللي انت عايزها هي دي اللي تبقى مرسومة في خيالك. ولما حبيت اشبه الموضوع ده شبهته بالقالب، يعني قلت ان كل واحد فينا معيش نفسه في قالب هو اللي رسمه. يوم ما ترسم لنفسك قالب تاني هتبقى القالب التاني. وحبيت عشان احفز الناس اشبه القالب ده، شبهته بقالب التلج. ايوه، قالب تلج، لا قلت قالب خشب ولا قالب حديد ولا قالب معدن، انا قلت قالب تلج بشويه حراره يدوب، حراره الامل، حراره الحب، حراره التفاؤل، حراره العمل، حراره الاجتهاد، حراره الطموح، حراره النجاح، حراره انك توصل للغرض والهدف انك عايزه، شويه حراره يدوب وتكون الصوره الذهنيه اللي انت عايزها. ايه رايكم في المقدمه دي؟ حفزتكم؟ مبسوطين؟ انا بقى مش مبسوط. لا انا مش مبسوط علشان الحافز الخارجي اثر عليك. مش عايزك تستنيني انا حفزك. انا هدفي تطلع من هنا النهارده انت اللي في ايديك تحفيز ذاتك، مش عادل مرزوق. رغم ان في مدربين كتير جدا بيبقى مبسوط جدا ان مفتاح التحفيز معه هو، عشان كل ما تحس تعوز تحفيز او عندك مشكله في حياتك او ترجع لمين؟ وهو يزيد شهره ويتعرف اكتر، صح؟ وتبقى دايما محتاجه. انا مش عايزك محتاجني ومش عايزك محتاج اي، غيره. وعلى فكره الكلام بتاع القالب ده انا عندي حق فيه، وهديك امثله وهتصدقني فيها كتير جدا. في مذيعين واعلاميين على مؤاخذه يظن في نفسه انه اعلامي ومذيع ولامع وبياخد ملايين والشعب المصري كله مش طايق، بلاش كله، ثلاث ارباع. انا مش عايز اتدخل في السياسه، ما بحبش اتكلم في السياسه. في ثلاث ممنوعات في التدريب عشان لو حد هيفكر يشتغل تدريب، في ثلاث ممنوعات ما تتكلمش فيهم، دين وسياسه وكوره. ايه الكوره؟ هنتكلم اهلي وزمالك، هنمسك في خناق بعض في الاخر. هنتكلم منتخب. اوكي، لا لا لا، الكوره، الدين والسياسه والكوره، لان لها علاقه بالقناعات الداخليه والاساسيه، وهندخل بقى في ايه، في امور ملناش فيه. الاصل ان احنا هنا بنغير قناعات وبنتفق على كونسبتس اساسيه ومبادئ نقدر نغير حياتنا من خلالها، صح كده؟ فهنتكلم في مناطق هنختلف فيها مش هنبقى مبسوطين. نرجع لمرجعنا تاني في موضوع الاعلامي. صاحبنا الاعلامي او الممثل، في ممثلين اغلب الناس لسه تاخد رايك لك والله من طايق دمه، مش طايق، بس على الرغم من كده ممثل، هو صدق نفسه فبقى الحاجه اللي هو عايزها. انت بقى مشكلتك انك من اول ما بتبتدي عايز الناس تصدقك،
ولو الناس ما صدقتك يعني ما صدقتكش او هي احبطتك او اديتك امبريشن انت مش عايزه, ايه اللي بيحصل؟ خلاص بقى مش هغير بقى, لا ماليش دعوه ماليش فيه. رايك فيا لا يدل عليا, رايك فيا لا يدل عليا, الراي اللي انت بتقوله ده مش ايه, مش هيدل عليه. احنا قلنا النقطه اللي فاتت كانت ايه, حدد هدفك بوضوح. احنا قلنا اول حاجه حدد هدفك بوضوح, واتكلمنا في تحديد الهدف ان قلنا ده اكبر محفز. الانسان اللي ما بيعرفش ينام ما بيعرفش ينام, ما بيعرفش يرتاح لما يكون عنده هدف, عايز يعمل حاجه ايا كان ايه الهدف, ايا كان ايه الهدف. حتى لو انت هدفك في ولادك ان هم يبقوا حاجه كويسه, هدفك في حياتك مشروع, اي هدف ايا كان. ونصيحه في موضوع الاهداف, جزئها, جزئ اهدافك, خلي اهداف صغيره اهداف مرحليه وتوصلك لهدف ايه اكبر. حط الهدف الاكبر في الاول, بس قسم الاهداف لايه, اهداف صغيره. الكلام ده هتاخدوه في الكورس بتاع تحقيق الاهداف اللي هيدولكم مستر اشرف, تمام؟ من ضمن المبادئ اللي هتسمعوها منه ان يقول لك جزأ ايه الاهداف بتاعتك. سؤال سريع كده, مين يقدر ياكل فيل؟ حد يقدر ياكل فيل؟ حد يقدر ياكل فيل؟ انا يقدر ياكل فيل؟ لا, في فرق بين فيل بليه لا فيل 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 اي حد ممكن ياكل فيل ازاي؟ تأسين. بس هي دي الفكرة. لما الناس بتسأل سؤال سريع كده, تقدر تأكل فيل؟ يقول لك ازاي أكل فيل مرة واحدة؟ لا, ما أنا لو قطعته هعرف أكله, أنا لسه هذاكر المواد دي كلها أقسمها, أنا لسه هعمل الشغل بتاع المدرسة ده كله أقسمه جزأه. أنا هعمل دي دلوقتي, ماليش دعوة بقى بالإيه باللي أعمله بعد كده, أنا هنفذ دي دلوقتي. فقسم وزع أهدافك, فكر نفسك بأهمية الموضوع. فاكرين لما قلت إن أنت تدي 7 دوافع للهدف؟ اقعد كل شوية فكر نفسك, يعني أنت عايز تذاكر, أنا بذاكر ليه؟ عشان أنجح وأجيب نتيجة كويسة.